يا هلا ومرحبا متابعينا الكرام، متابعين شركة مجمع الشامل. اليوم بإذن الله بصور لكم كل جديد من فرع الرياض مخرج 29. بس قبل لا أبدأ التغطية حابة أذكركم بالفروع، فرع 6 شارع 60. وشوفي الجديد من الصحون السيراميك للي يحبون الألوان السادة في هذه التشكيلة الجميلة باللون الأبيض السادة، يجيكم بالحجم الوسط، والحلو إنكم تاخذون الصحنين مع بعض بسعر 5 ريال، وكمان في منه الحجم الصغير تاخذون 3 حبات بسعر 5 ريال بس. ومن بلاستيك نشوف الحافظات الجميلة، هذه أشكالها جدا رائعة، بتجيكم محكمة الإغلاق، في منها عدة أحجام، وبتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال بس. ونشوف الأصناف الجديدة اللي وفرناها لعيونكم من قسم الحلويات، الحين بصورها لكم بالتفصيل، طبعا بيكون سعر المغلف أو العلبة 5 ريال و75. هللة. هذه بالأقسام وعند الاستفاف بالكاشيرات وفي الممرات، وذلك من أجل سلامة الجميع. من قسم حافظات الكيك في هذا الشكل الجميل، يجيكم بلاستيك باللون الأبيض والغطاء الشفاف، يجيكم بالحجم الوسط، شكله جدا غريب ومميز، وتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال بس. ومن قسم الاكسسوارات نشوف البوكس المنظم الجميل هذا، طبعا له عدة استخدامات، يجيكم مقسم تحطون فيه الاكسسوارات أو أدوات المكياج، في منه اللون الأصفر وأيضا الأزرق والأخضر، شكله جدا جميل، وتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال بس. وبالدور الثاني نشوف غازات الورد الجميلة، هذه تجيكم قزاز شفاف، أشكالها جدا رائعة وفخمة، في منها عدة أشكال ومقاسات، وتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال بس. شايفين فخامة فاسة القزاز، شكلها جدا غريب ومميز، تجيكم بالحجم الوسط، وبتاخذونها بسعر 5 ريال بس. من شمال دوار الفلك، فرعين خميس مشيط، الخالدية والضيافة. ومن قسم العناية شوف كريم الجمال لليدين، طبعا كلها بتكون أصلية، في منها دوف كمان نيفيا بيجيكم 60 ملي، ودوف بيكون 75 ملي، وتاخذونها بسعر 5 ريال بس. ومن قسم الشموع نشوف الشموع الجميلة، هذه طبعا في تشكيلة واسعة من الشموع، كلها بتجيكم قزاز، في منها أشكال وأيضا ألوان، أشكال جدا فخمة، كمان تصلح للتوزيعات، وبتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال بس. ومن قسم مباخر السيراميك شوف المباخر الجميلة، هذه شكلها جدا غريب، تجيكم مع سلسلة، في منها عدة ألوان،
في منها كمان لون الأخضر، وبتاخذون القطعة الواحدة سعر 5 ريال بس. وللي طلبوا أصور لهم توزيعات لعيد الأضحى في هذه الأشكال الجميلة من أكياس التوزيعات، أشكالها جدا لطيفة، بتاخذون 3 حبات، في منها اللون البني وكمان اللون الأبيض، طبعا موجودة في قسم الحفلات، وبتاخذون 3 حبات بسعر 5 ريال بس. وبالدور الثاني نشوف شنط السفر الجميلة هذه، تجيكم قماش باللون الأسود بالحجم الوسط، أشكالها جدا جميلة، وبتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال بس. شوف دور الطبخ الجميلة هذه، تجيكم ستانلس ستيل بأحجام مختلفة، والغطاء بيكون قزاز، أشكالها جدا أنيقة ومميزة وتتحمل الحرارة، وتاخذها القطعة الواحدة بسعر 5 ريال بس. ومن قسم أكواب السيراميك نشوف الأكواب الجميلة هذه، تجيكم سيراميك مع الغطاء الخشبي والملعقة، أشكالها جدا مميزة، طبعا في منها حجمين، وتاخذها الكوب الواحد سعر 5 ريال بس. طبعا بتكون كل المنتجات الموجودة في المركز 5 ريال و75 هللة. وشوف السكريات اللي وفرناها لعيونكم، أشكالها جدا لطيفة مميزة، تجيكم سيراميك بأحجام مختلفة، في منها الحجم الوسط وأيضا الصغير، وتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال بس. وشوف الأشكال اللطيفة من صحون السيراميك للأطفال، أشكال جدا لطيفة ومميزة، تجيكم بالحجم الوسط، والحلو بتاخذون معاها الملعقة، في منها عدة ألوان، اللون الأخضر وأيضا الأصفر السماوي وأيضا اللون الوردي، وبتاخذون بسعر 5 ريال بس. ومن قسم بلاستيك ومنظمات، توفر من جديد لعيونكم منظم الثلاجة الجميل هذا، بيجيكم بلاستيك شفاف بالحجم الوسط مع الغطاء، في منها كمان ألوان، بيجيكم الغطاء السماوي وأيضا الوردي، أشكالها جدا مميزة، بترتب لكم الثلاجة، وبتاخذونها بسعر 5 ريال بس. ومن قسم بلاستيك نشوف الصفاية الجميلة هذه، الحلو بتاخذون قطعتين، الحجم الكبير وأيضا الحجم الوسط، في منها ألوان، اللون الوردي وأيضا اللون الأبيض، وبتاخذون القطعتين بسعر 5 ريال بس. وشوف أبريق الشاي الجميل هذا، يجيكم ستيل بالحجم الصغير، طبعا يتحمل حرارة، وبتاخذونه بسعر 5 ريال بس. وشوف الجديد من قسم التمريات مع التمرية الجميلة هذه، تجيكم قزاز بالحجم الوسط، شكلها جدا أنيق ومميز، وتاخذونها مع الغطاء بسعر 5 ريال بس. ومع أجواء الصيف أكيد تحتاجون أشياء باردة، وشوف زبديات الآيس كريم الجميلة هذه، تجيكم بالحجم الوسط بعدة ألوان، والحلو بتاخذون 3 حبات مع الملاعق، بأشكال جدا لطيفة، وبتاخذونهم بسعر 5 ريال بس. وشوف العجلة الجميلة هذه لإزالة الوبر من ملابس والقماش وأيضا الكنب، لها عدة استخدامات كمان، في منها عدة ألوان، الوردي والتيفاني وأيضا البنفسجي، وفي منها هذه الأشكال، وبتاخذونها بسعر 5 ريال بس. شايفين جمال سكاكين التقطيع؟ تستخدمونها في البيتزا، وكمان تحطونها على الفطور، شكلها جدا أنيق ومميز، تجيكم بالحجم الصغير، وبتاخذون 3 حبات بسعر 5 ريال بس.